السلام عليكم ورحمة الله. حلقة الليلة أحب أن أتكلم فيها عن قضية هي الحقيقة قضية فقهية لكن يحتاج إليها كل واحد. لما تكلمت بالأمس عن المباح وقلت بأن المباح الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، خطر في بالي أن أتكلم كلمة عن الأحكام الشرعية. شو معنى الأحكام الشرعية؟ هلأ كل عمل، شوفوا، كل عمل يعمله المسلم لابد أن يكون له حكم في الشرع. عندما يسأل سائل أحد العلماء ما حكم القضية الفلانية، ماذا يقصد بها الكلام؟ الحكم أن تعطى صفة من الصفات الخمس، إما أن تكون فرضا، أو بعض الناس يقولون بأن الفرض والواجب بمعنى واحد بشكل يعني موسع، إما أن تكون واجبة أو أن تكون مندوبا إليها، سنة مستحبة مندوبة، أو أن تكون مباحة. يقابل الفرض الحرام، يقابل المندوب أو السنة المكروه. فصار الحرام الذي الفرض أولا الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الصلاة فرض، من صلى أثيب ومن لم يصلي يعاقب. صيام رمضان فرض، من صام أثيب ومن لم يصم يعاقب. هذا الأربع ركعات الفريضة الظهر، أما ركعتان أو الأربعة اللي قبلها أو ركعتان بعدها هذه نافلة، إذا صليتها لك ثواب، ما صليتها ما تعاقب. فصار إذن المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الحرام هل يثاب تاركه ويعاقب فاعله؟ المكروه شو هو؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. كيف عرفنا، كيف تعلمنا أن هالأمور هذه، أنه مثلا الصلاة واجبة فرض يعني، وصيام رمضان فرض، وكيف عرفنا أن شرب الخمر حرام وأن القتل حرام؟ الأصل الكتاب والسنة، فما أمر الله به في القرآن أو أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلينا أمره من طريق ثابت صحيح، يعني توثقنا أن هذا هو كلام رسول الله، إذا قلنا افعلوا هالشيء وأمرنا به أمرا جازما، أمر مؤكد، هذا صار فرضا. وما أمرنا به أمر ترغيب، هذه السنة أو المندوب أو المستحب. مثالها الأستاذ في المدرسة بيقول للتلاميذ شوفوا هالكتاب هذا فيه 300 صفحة، 200 صفحة الأول هدول إذا واحد ما حفظهم بيرسب وبيأخذ صفر في الامتحان، والمئة صفحة الثانية هي ما ألزمكم بها، لكن من حفظها أخذ درجة أعلى، أخذ زيادة في الدرجات. هذا مثال الفرض ومثال المندوب. المحرمات عكسها، الأمور اللي نهى عنها الشرع النهي الجازم المؤكد وهدد من يفعلها بالعقوبة، هذه محرمات. بدي أحكي اليوم كلمة عن المحرمات، لأنه أول شيء يعمله المسلم لينجو عند الله، شو لازم يعمل؟ لو واحد سأل، هلأ الأحاديث تسمعون أحاديث دينية كثيرة جدا، كل واحد يتكلم عن ناحية، واحد يتكلم في مسائل تفصيلية، في مسألة فرعية، واحد يجمل، يعني واحد بيطلع مثل راكب في الطيارة وهي عالية 10,000 قدم بيأخذ صورة للبلد، هالصورة هذه شاملة كاملة بس ما هي مفصلة. واحد بيجي يترك وصف البلد ويصف لك واجهة مثلا هالدار اللي في الشبيكة ونقش الخشب اللي فيها والصناعة هذه اللي نسيها الناس وتركوها، وصف مفصل ودقيق لكن ما يعطي الصورة الشاملة الكاملة. فإذا أردت الآن أن أعطيكم يعني صورة شاملة لشروط النجاة عند الله، هلأ التلميذ في شيء لابد أن يحفظه ويؤدي به الامتحان حتى ما يرسب في الصف، حتى ينجح ولو بدرجة مقبول، 3 مسائل احفظوهم تمام وطبقوا هالنصيحة. أول شيء صحة العقيدة،
ألا يكون ألا يخالط توحيده شيء من الشرك، بينما الإسلام يتجزأ. شو معنى يتجزأ؟ بيصير نص مسلم، مسلم ناقص. نعم، يمكن واحد يرتكب بعض المعاصي يبقى مسلما، ما يخرج بها من الدين إذا ارتكبها وهو معترف بأنها حرام. فالكلام هنا عن الحرام، عرفتم سبب التحريم شو هو؟ إنه الله نهى عن هذا الأمر، نهى عنه نهيا قاطعا بصورة جازمة حاسمة لا تردد فيها، وأوعد يعني وعده بما يسوءه، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فوقد تستعمل هذه مكانة الكي كلمة على الهامش من الاستطرادات. الحرام مو درجة واحدة، سبق في أحاديثي قلت لكم قبل الآن المحرمات درجات. لو جئت لواحد فلطمته على وجهه بلا سبب، حرام ولا حلال؟ حرام. لكن هذه ليست كمن يأخذ يعني عصا غليظة فيضربه بها على رأسه فيسيل دمه، وديك حرمة أشد. هذه ليست كمن يأتي بسكين فيطعن بها، هي أشد. هذه ما هي مثل من يقطع عضوا من أعضائه، قطع يده، وهي أشد. وهذه كلها دون من يقتل، القتل أشد من هذا كله. إذن صار المحرمات درجات. تسمعون أنه بعض الناس قالوا أنه ما في كبائر والصغائر وكل كبيرة، قال هذا ناس من العلماء، هذا الكلام مردود. مردود ليش؟ لأن ربنا في القرآن صنف الذنوب إلى أصناف. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ثم كبائر. على لسان المشركين، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذن صار في صغيرة وكبيرة بالقرآن إلا اللمم. إذن في كبائر وصغ. ما هي الكبائر؟ هذه وردت فيها أحاديث كثيرة، كل حديث حديث السبع الموبقات وغيرها عدة جانبا منها. الكلام ما هي الكبائر؟ رح أبدأ فيها الآن وأستمهلكم على خلاف العادة. من أول رمضان إلى اليوم ما وصلت حلقة بحلقة أتكلم عنها غدا في أمور أسس الشرع حافظ عليها والعقل يدعو إلى ضمانها والمحافظة عليها، هي الدين والحياة والعقل والنسل والمال. فما الأعمال هل تذهب تهدم ركنا من الأركان الخمسة هدما كاملا؟ هي تعد كبيرة. وغدا إن شاء الله أتكلم كلمة أخرى في الموضوع، أو يمكن يتبدل رأيي أنتقل لغيره، ما أدري. بشوف ناس يعني من السامعين إذا وجدتهم على استعداد لسماع بقية الحديث. نعم، خليت لحالي يعني مهرب. وأزيد، أنا زدت على الخمسة، مو زدت من عندي، شرعت من الدين ما لم يأذن به الله. لا، وجدنا بعض الكبائر بالأحاديث ما بتدخل تحت شيء من الخمسة هي. والله بكرة بحكي كلمة أحسن. السلام عليكم ورحمة الله.